العملية العسكرية التركية مستمرة في الشمال السوري، وفد أمريكي يزور أنقرة لبحث الملف، وترامب يعلق على العملية بالقول إنها ليست مشكلة أمريكية. وزير الخارجية الفرنسي يزور العراق لبحث محاكمة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة المحتجزين في سوريا، ووزير الخارجية الروسي يرى أن الصراع سمح لعناصر التنظيم بالانتشار. مزارعون إسرائيليون ينظمون احتجاجات في الباخورة والغمر، وعمان تنفي تمديد أو تجديد اتفاق استعمال إسرائيل للمنطقتين. وتشاهدون في النشرة أيضا، وبعد ساعات من إعلان فصيل المسلح تعليق مفاوضات السلام في السودان، الحكومة تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد. فرص التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتضاءل، وتفاؤل حذر بشأن المفاوضات عشية القمة الأوروبية. وفي الزاوية الرياضية، خيبة أمل في مصر بعد تأجيل قمة الأهلي والزمالك لأسباب وصفت بالأمنية. نشرة السابعة من i24 نيوز، أهلا بكم. والبداية من الملف السوري، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المسلحين الأكراد في سوريا مستمرة حتى تحقق أهدافها. وشدد أردوغان في حديثه أمام البرلمان التركي على أن قوات بلاده ستتوغل 35 كيلومترا داخل الأراضي السورية، لكن العملية ستتوقف في حال ألقى المقاتلون الأكراد أسلحتهم. هذا وأفادت مصادر سورية بأن الجيش السوري داخل مدينة الرقة، وذلك في إطار الاتفاق بين دمشق ومسؤولين أكراد، والذي يهدف إلى وقف الهجوم التركي على المسلحين. في الوقت الذي يدور الحديث فيه عن لقاء أمني سوري تركي محتمل برعاية الروسية في أستانا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ملتزمة بالوساطة بين الحكومة السورية وتركيا التي أرسلت قواتها عبر الحدود الأسبوع الماضي من أجل ضمان الأمن في المنطقة، وأن موسكو ستواصل تشجيع الأكراد والحكومة السورية على السعي للتقارب بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا. ستواصل روسيا التصرف بشكل صارم وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتشجيع الاتفاقيات وتنفيذها بين دمشق والأكراد، وكذلك المساهمة في بناء التعاون بين السلطات السورية والتركية لضمان الأمن على حدودها. ميدانيا، أكمل الجيش السوري انتشاره في مدينة منبج بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، وسط مواجهات عنيفة برأس العين بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية والموالين لها، حيث تمكنت القوات التركية من إحداث اختراقات ميدانية واسعة، واقتربت من تطبيق المرحلة الأولى من العملية بشكل كامل والمتمثلة بالسيطرة على 110 كيلومترات، وهي المسافة الفاصلة بين رأس العين وطل أبيض، مع عمق يصل إلى الطريق الدولي الرابط بين الحسكة وحلب. وعلى الرغم من الضغوط الدولية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية لن تتوقف إلا بإكمال المنطقة الآمنة من منبج حتى حدود العراق. ستستمر عملية ربيع السلام حتى تصل من منبج إلى الحدود العراقية، وعندما يتم ذلك على طول الشريط فإن عمليتنا ربيع السلام ستنتهي بنفسها. أما دوليا، أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون خلال زيارته إلى دمشق اليوم عن قلقه من التطورات في شمال شرق سوريا والتبعات الإنسانية الجدية الناتجة عنها، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ويأتي ذلك بالوقت الذي أعلنت فيه منظمة أطباء بلا حدود انسحابها من شمال سوريا بسبب المعارك العنيفة التي تجري هنا. إلى ذلك، قال الرئيس التركي إنه ليس مطلعا على الاتفاق بين الحكومة السورية والفصائل الكردية، مشيرا إلى الاتفاق الوحيد الذي يهتم به، وهو اتفاق أنقرة وواشنطن على إنشاء منطقة آمنة. الرئيس التركي قال أيضا إنه سيطلع الرئيس الروسي على تفاصيل المنطقة الآمنة.
لا أريد أن أفترض أن النظام السوري لديه اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، فقد أبرمنا صفقة بهذا الصدد من قبل وهي المنطقة الآمنة. عندما ألتقي برئيس روسيا فلاديمير بوتين سنعرض عليه الخرائط باللغتين التركية والروسية، ومع ذلك نحن لسنا قلقين تحديدا تجاه التواجد في منبج. لدينا قلق واحد فقط وهو إزالة المنظمة الإرهابية، ويمكن القيام بذلك إما عن طريق روسيا أو النظام. في غضون ذلك قال التلفزيون الروسي إن الجيش السوري سيطر على قواعد عسكرية بشمال شرق سوريا تركتها القوات الأمريكية. وقال الكرملين إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا يجب ألا تضر بالعملية السياسية في سوريا. لكن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال في مؤتمر صحفي إن موسكو تحترم في الوقت نفسه حق تركيا في الدفاع عن النفس. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدرس فكرة زيارته لواشنطن في ظل الانتقادات التي يتعرض لها هناك بسبب العملية العسكرية في سوريا. يأتي ذلك فيما يصل نائب رئيس أو الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى تركيا على رأس وفد أمريكي لعقد مباحثات مع مسؤولين أو مع المسؤولين الأتراك بشأن العملية العسكرية في سوريا في ظل عقوبات أمريكية على مسؤولين أتراك. نحن نحترم حق تركيا في اتخاذ خطوات لحماية أمنها، لكننا نتوقع أن تكون العملية العسكرية متناسبة مع ضرورة الحماية وأهداف الأمن. كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في محادثة هاتفية، نأمل ألا تؤدي هذه العملية إلى عرقلة العملية السياسية أو إتلافها. حول هذا الملف ينضم إلينا من إربيل العراق الكاتب والباحث رستم محمود عبر خدمة سكايب. أستاذ رستم، يعني استمعت إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال صراحة بأنه أو أن العملية العسكرية التركية ستستمر حتى تحقق أهدافها بإلقاء المسلحين الأكراد سلاحهم وأيضا بالدخول إلى ما يعرف بالمنطقة الآمنة بعمق 35 كيلومترا، كيف تقرأ ذلك؟ حقيقة يبدو هذا الخطاب من الرئيس التركي موجها للداخل من طرف، لأنه يعاني من ضغوط شديدة، يعتبر أن أي تراجع عن مشروعه الحربي هذا هو بمثابة انتحار سياسي على المستوى السياسي في الداخل التركي، لأن أوضاع حزب العدالة والتنمية والتيار الإسلامي المحافظ عموما غير مستقرة لصالحه، والجميع ينتظر أي هزيمة واضحة المعالم ليقضي عليه سياسيا. المسألة الأخرى هي بمثابة رفع السقف اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في مرحلة بدء التفاوض الحقيقي معها لإنهاء هذه الحرب. كما هو معروف في الغد سوف يصل نائب الرئيس الأمريكي إلى أنقرة ووزير الخارجية الأمريكي، وسوف يكون هناك مباحثات بين الطرفين. هذا هو نوع من رفع السقف. ما يؤكد استحالة تحقيق أردوغان لهذا الشيء إنه بعد مرور أكثر من أسبوع على بدء عملية الغزو لشمال شرق سوريا، فإنه لم يستطع أن يحتل إلا بلدة صغيرة هي بلدة تل أبيض، ولم يستطع حتى التمكن من البلدة الموازية لها منطقة رأس العين. هناك حرب شوارع حتى هذه الساعة. المسألة الأخرى التي تزيد من صعوبة يعني موقفه هو التوافقات التي رعتها روسيا بين النظام السوري وبين قوات سوريا الديمقراطية، التي سوف تزيل أو تسحب من أردوغان حجة محاربته للتنظيمات الإرهابية عبر حضور الجيش السوري النظامي، وبالتالي حضور شكل من أشكال السيادة والدولة الرسمية. أستاذ رستم، يعني في ظل التحركات ربما الدبلوماسية وربما العسكرية اليوم، يعني يخرج الرئيس الأمريكي بتصريح جديد دونالد ترامب ويقول بأن هذه المسألة ليست مسألة وليست مشكلة أمريكية. حقيقة يعني لم يقل أحد أنها مشكلة أمريكية بالمعنى المباشر، وتصريحات الرئيس الأمريكي تأخذ يعني شكلا سطحيا وشعبويا في ذلك الاتجاه. لكن أن لم تكن يعني مسألة أمريكية بالمعنى المباشر هذا لا يعني أنها لا تمس الأمن القومي الأمريكي. أمريكا قدمت إلى هذه المنطقة لمحاربة تنظيمات هي تحارب أمريكا في الداخل الأمريكي، ولها استطالات في كل الدول الأوروبية وفي العالم، وهي تنظيمات إرهابية. المسألة الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أو القوى العالمية الأساسية التي يعني ينوط بها حسب مجلس الأمن الدولي الحفاظ على السلام والأمن العالمي، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن مهامها وعن واجبها في ذلك الاتجاه. المسألة الثالثة والرئيسة، جميع المعادلات في هذه المنطقة خاضعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بجزء منها للنفوذ الأمريكي، ولا تستطيع ولا يستطيع
لا تستطيع أي إدارة أمريكية ولا يستطيع أي رئيس أمريكي أن يتخلى عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية عبر الانسحاب المفاجئ من جميع يعني نعم. المسائل، خصوصا في منطقة حيوية مثل منطقة الشرق الأوسط والدولة شديدة نعم. يعني شديدة الحساسية والتركيب مثل نعم. سوريا. الكاتب والباحث رستم محمود، كنت معنا عبر خدمة إسكاب من أربيل العراق، شكرا جزيلا لك. إلى شأن أو في شأن متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه سيتوجه إلى العراق لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة والمحتجزين في سوريا. وكانت العملية التي شنتها تركيا على فصائل كردية مسلحة في شمال سوريا قد أثارت مخاوف عالمية بشأن مصير السجناء من مسلحي التنظيم الذين يحتجزهم الأكراد. وشدد الوزير الفرنسي في مقابلة صحفية على ضرورة أن تتعاون بلاده مع العراق لضمان إيجاد سبل وضع آلية قانونية يمكن أن يحاكم عن طريقها هؤلاء المقاتلين ومن بينهم المقاتلون الفرنسيون. المسألة المهمة الآن هي التأكد أنه من خلال العمل مع السلطات العراقية يمكننا إيجاد طريقة لإقامة نظام قضائي بوسعه محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين بمن فيهم الفرنسيون. الخارجية الروسية وعلى لسان وزيرها سيرجي لافروف قال إن الصراع في شمال سوريا سمح لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بالانتشار في أنحاء العالم. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول التي توفر ملاذا لما وصفهم بالإرهابيين الذين يغادرون سوريا يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالهم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي خبير العلاقات الدولية دكتور ناصر زهير. دكتور ناصر، يعني وزير الخارجية الفرنسي سيتوجه إلى العراق أو يتوجه إلى العراق لبحث إمكانية محاكمة ما يعرف بعناصر تنظيم الدولة الذين كان يحتجزهم الأكراد. إذن هؤلاء العناصر الذين يفرون أو باتوا ربما سمح لهم أو سمحت لهم الظروف بالفرار باتوا يشكلون خطرا على تلك الدول الأوروبية. نعم، أعتقد بأن الخطر الآن أصبح كبير على الدول الأوروبية نظرا أولا إلى فرار مجموعات من مقاتلي تنظيم داعش، ثانيا إلى أن الأوضاع الآن خرجت عن السيطرة في هذه المنطقة، بمعنى أنه كان هناك ما عدا السجناء كان هناك خلايا نائمة مختفية في هذه المنطقة الآن ستعود إلى نشاطاتها. لا نعرف إذا كانت نشاطاتها ستكون في هذه المنطقة أم سيتجهون إلى القدوم إلى أوروبا، بالتالي الخطر أصبح كبير. أعتقد بأن خطوات وزير الخارجية الفرنسي بالسعي لمحاكمة أعضاء داعش الفرنسيين في العراق ستبوء في الفشل، لأن هناك في السابق كان هناك محاولة سابقة وتم عقد صفقة حوالي $1 مليار ما بين مساعدات وصفقات أسلحة للعراق بمقابل محاكمة هؤلاء المقاتلين في العراق، ولكن بعد صدور أحكام بالإعدام على 7 مقاتلين أصبح هناك حرج كبير للحكومة الفرنسية، لأن هذه المحاكمات تتهم بأنها غير نزيهة. هنا جمعيات حقوق الإنسان أو أهالي المقاتلين أيضا رفعوا قضايا على وزارة الخارجية، بمعنى أن هذه المحاكمات كانت سريعة بدون محامي دفاع بدون أي شفافية، بالتالي هناك حرج الآن بالنسبة للفرنسيين، ولكن هم يحاولون على الأقل عدم استعادة هؤلاء المقاتلين، لأن الآن بعد أن تنتهي العملية العسكرية التركية سيكون هناك إذا ما تم نقل سيطرة السجون التي يحتجز فيها مقاتلي داعش سواء كان إلى تركيا أو إلى النظام السوري أو بقي تحت سيطرة الأكراد سيكون هناك ضغط لاستعادة هؤلاء المقاتلين. فرنسا تحاول ألا تستعيد مقاتليها بل ترسل بهم إلى العراق ويتم محاكمتهم في العراق. يعني الدول الأوروبية ترفض استعادة هؤلاء المسلحين رغم يعني أنهم أوروبيون بالأصل، وبعض الدول يعني ترفض أيضا محاكمتهم في دول عربية مثل سوريا والعراق. إذن ما مصير هؤلاء المسلحين؟ المشكلة بأن هناك بالنسبة للدول الأوروبية القانون الدولي يقول بأن المجرم يحاكم في الأرض التي ارتكب عليها الجريمة أو البلد التي ارتكب عليها الجريمة، بمعنى لا يمكن أن يقوم شخص بجريمة بالولايات المتحدة وتتم محاكمته في فرنسا. أيضا المحاكم العراقية أو السورية
تتهم من قبل منظمات دولية بأنها محاكم غير شفافة. بالتالي يجب أن يكون هناك حل دولي لهؤلاء المقاتلين، هذا الحل بتشكيل محاكم دولية بمحاكمتهم بمحاكم دولية، مثلا محكمة لاهاي، أن يتم تشكيل محاكم خاصة للإرهاب يكون فيها محلفين مدعين عامين محامين بإشراف دولي أو بإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، يمكن أن يكون حل. ولكن المشكلة بأن الجميع يتهرب من المسؤولية والجميع لا يريد أن. الدكتور ناصر على عجالة، هل ربما نشهد في الأيام القادمة أو الأيام المقبلة اتفاقا بين اللاعبين الأساسيين على الساحة السورية فيما يتعلق بهؤلاء عناصر تنظيم ما يعرف بداعش؟ أعتقد بأن سيكون هناك اتفاق، إما بنقل السيطرة السجون هذه إلى النظام السوري وروسيا، وإما إلى نقلها إلى سيطرة تركيا، وبالتالي هاتين الدولتين روسيا وتركيا يمكن أن تضغط على الدول الأوروبية والدول الأجنبية لاستعادة مقاتليها. بالتالي أعتقد بأن الأوروبيين يتخوفون من هذا الأمر، بالتالي يريدون حل هذه المشكلة بإرسالهم إلى العراق. نعم، الخبير في العلاقات الدولية دكتور ناصر زهير، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من باريس، شكرا جزيلا لك. إلى شأن آخر، حيث نفت وزارة الخارجية الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر. وأكدت الخارجية أن قرار المملكة الذي اتخذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل لا يكون هناك أي تجديد أو تمديد. نشر أنه لم يتم فعل كل ما يلزم القيام به، وأن جميع إمكانيات المفاوضات لم تستنفذ من أجل الاستمرار في الحفاظ على النظام الخاص الموجود هنا. كان من الممكن هنا القيام بمشاريع مشتركة لمملكة الأردن وإسرائيل، مشاريع ستساعد المزارعين لدى كلا الجانبين، ولسوء الحظ لم يتم فعل ما يكفي في هذا الشأن. من على الحدود الإسرائيلية الأردنية انضم إلينا الزميل مروان عثامنة. مروان، يعني مزارعون إسرائيليون نظموا احتجاجات اليوم في منطقة الباقورة والغمر، ما أبرز المطالب التي رفعها هؤلاء المحتجون؟ بالفعل كانت هنالك مظاهرات، والمظاهرات للعموم سوف تستمر وصولا حتى التاريخ النهائي لموعد البدء بالاتفاقية الجديدة أو تسليم الأراضي للجانب الأردني. المطالب جدا واضحة، بإعادة جدولة أو بإعادة بحث أو تجديد الملحق الخاص بالباقورة والغمر، وإعادة تمديد العمل بها لمدة 25 عاما أخرى كما هي الحال، كما هو متفق عليه في اتفاقية السلام بين الجانبين، حيث ينص اتفاق السلام بين الجانبين على أن يجدد تلقائيا الاتفاق أو الملحقان بخصوص هذه المنطقتين. وبالتالي الإسرائيليون أو المواطنون هنا أو المتظاهرين الإسرائيليون يرون بهذا تراجعا عن التفاهمات أو عن الاتفاقات الموقعة التي هي في صلب اتفاقية السلام، وبالتالي هنالك نوع من عدم احترام، إذا ما شئت أن نسميه باحترام، اتفاقية السلام الموقعة بين رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين وبين الراحل العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال، لذان كان وقد وقعا هذه الاتفاقية. المواطنون هنا يقولون أن جرى التضحية بهم جراء السياسات الإسرائيلية، جراء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من أفعال في القدس وفي الحرم القدس. نعم، هذا ما كنت سأسألك عنه مروان، يعني لماذا ترفض الأردن تمديد الاتفاقية أو تمديد هذه الملحق للاتفاقية؟ عودة للبدايات، الأرض هي أرض أردنية، الأردنيون أو الحكومة الأردنية اكتشفوا أن الأراضي المذكورة في الغمر والباقورة هي أراضي بملكية يهودية، وبالتالي من هنا بدأ الجدال والنقاش حول الموضوع، وبالتالي توصلوا لاتفاق من خلال ملحق الباقورة والغامر باستصلاح الأراضي أو تأجير الأرض لمدة 25 عام لإسرائيل. هذه الفترة قد انتهت، لكن بحسب الملحق سيتم تجديد العمل بها أو يجدد العمل بها تلقائيا وأوتوماتيكيا مع انتهاء الفترة الأولى. لكن ما حدث أن الأردن تراجع عن هذه الصيغة أو عن هذه التفاهمات بالعرف الإسرائيلي، وبالتالي هنالك للاتفاقيات بحسب. نعم. مروان، هل هناك تعليق إسرائيلي على النفي الأردني في تمديد أو تجديد هذه الاتفاقية؟
الأردن كان قد أعلن قبل عام أو أقل عن رغبته بإنهاء العمل بالملحقين المذكورين، وبالتالي أبلغ إسرائيل بالقنوات الرسمية. إسرائيل بالقنوات غير الرسمية حاولت خلال العام الماضي إجراء اتصالات وتواصل مع الجانب الأردني علّه يمدد العمل بالاتفاقيات، علّه يعيد النظر بقراره، لكن هذا حتى الآن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. والأردن كان قد أعلن ما أعلنه، وبالتالي هو يتمسك بقراره، وكنا قد شهدنا الإعلان أو التنكر التام لما كانت قد أعلنته الخارجية الإسرائيلية، حتى أن بالرغم من ذلك كنا قد سمعنا من مواطنين هنا أو من قيادات المواطنين هنا أن العمل في منطقة الباقورة وما كان قد كشف عنه أن في العمل في منطقة الغمر سوف يتم العمل بتمديده، بينما منطقة الباقورة ستعود للأردن. لكن كلها هذه أحاديث بانتظار أن نرى ماذا سوف تنتهي عليه الحال مع نهاية الشهر ومع نهاية نقل المنطقة للسيادة الأردنية في العاشر من تشرين الثاني القريب. الزميل مروان عثمان كنت معنا من على الحدود الإسرائيلية الأردنية، شكرا جزيلا لك. إلى شأن آخر، حيث أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد أن الجبهة حريصة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشددا على ضرورة إجرائها، واعتبر أن تشكيل لجان من أجل متابعة الانتخابات أو غيرها مضيعة للوقت. دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد نفاذ كافة المحاولات لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بدأت آثاره بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية لعام 2006، تبعها سيطرة الأخيرة على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة لا تبدو هناك في الأفق إشارة واحدة على أن هذه المتطلبات قابلة للجسر من خلال توافقات وطنية. نحن نسمع يعني موافقات عامة من قبل كل الفصائل حقيقة، وهذه بشرى خير، لكنها لا تكفي. الفصائل الفلسطينية في غزة تريد انتخابات برلمانية ورئاسية، في المقابل الرئيس محمود عباس يريد إجراء انتخابات برلمانية ومن ثم رئاسية. اللا توافق الذي تعيشه الحياة السياسية الفلسطينية يعطي مؤشرا أن الظروف الحالية لا تبشر بنجاح فكرة الانتخابات أصلا. هذه الانتخابات تتطلب فترة تحضيرية واسعة يتم فيها الاتفاق على قوانين الانتخابات ومحكمة الانتخابات وتبيئة كل الظروف لضمان نجاح العملية الانتخابية، إضافة إلى تهيئة كل المناخات. مراقبون يرون أن حماس متخوفة من العراقيل التي من الممكن أن تواجهها في الضفة الغربية بسبب الخصوم السياسي التي من شأنها أن تؤثر سلبا على نتائج الانتخابات في حال تم التوافق والاتفاق على إجرائها. عقد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجدد الملك سلمان خلال جلسة المباحثات جدد التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا ودان الرئيس الفلسطيني الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية. وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية استبعد وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة على الرغم من التوترات الحالية في منطقة الخليج والناتجة عن هجمات على سفن ومنشآت نفطية. تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته في مؤتمر منتدى الأمن العالمي في الدوحة، وأضاف أن الحرب لن تكون لصالح أحد، متهما أطرافا لم يحددها بمحاولة التصعيد مع إيران ودفع الولايات المتحدة لبدء حرب معها. Honestly speaking, I don't see any. بصراحة أنا لا أرى أي حرب في المستقبل بين الولايات المتحدة وإيران. هذا بسبب القيادة الحكيمة وبسبب مؤسسات الولايات المتحدة. في نهاية المطاف هذه الحرب ليست في صالح أي شخص. أكدت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في عقاب الهجوم الذي وقع في 14 من الشهر الماضي على منشآت نفط سعودية، وحملت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران. وذكرت المصادر أن العملية تتمت في أواخر الشهر الماضي واستهدفت قدرة طهران على نشر الدعاية.
في الجزائر أمرت محكمة بحبس صحفي وناشط مدني بتهمة إحباط معنويات الجيش وفقا لما أعلنته لجنة الدفاع عن المعتقلين. وأمر قاض في محكمة وهران غرب الجزائر العاصمة بحبس الصحفي سعيد بودورو أمس. ويعمل الصحفي لصالح موقع إخباري إلكتروني بالإضافة إلى كونه عضوا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. يذكر أن منظمة العفو الدولية قالت في شهر سبتمبر أيلول الماضي إن عمليات الاعتقال التعسفية الشاملة التي تستهدف مجموعات من الناشطين السياسيين تعد مؤشرا واضحا على أن الحق في حرية التجمع والتعبير في الجزائر ما زال تحت التهديد بشكل كبير. مشاهدينا، النشرة مستمرة وتشاهدون فيها بعد قليل. بعد ساعات من إعلان فصيل مسلح تعليق مفاوضات السلام، الحكومة السودانية تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد. فرص التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتضاءل، وتفاؤل حذر بشأن المفاوضات عشية القمة الأوروبية. وفي الرياضة، خيبة أمل في مصر بعد تأجيل قمة الأهلي والزمالك لأسباب وصفت بالأمنية.